عندك بيضه وكوبايه من السميد يبقى تعملي احلى حلويات وهتعملي حاجه كده تحفه ما شاء الله، تشرفك في عزوماتك، تشرفك قدام ضيوفك لاولادك، حاجه كده في منتهى الجمال. شايفين معانا صينيه ديت عملناها ببيضه وبكوبايه من السميد، حاجه كده في منتهى الجمال. يعني السميد ما بنعملش بيه بسبوسه بس، ده احنا بنعمل بيه كمان جميع الحلويات. يلا خشوا معانا نشوفوا الفيديو احنا عملنا الطريقه ديت ازاي، بس يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. يلا مع بعض نخش نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا كلكم بالف خير وانتوا بتشوفوا فيديوهاتي. النهارده معانا فيديو حلو قوي يا بنات، هنعمل النهارده كده كيكه حلوه او بدي السميد او دي البسبوسه، حاجه كده في منتهى الجمال. تعالوا مع بعض الاول هنعمل الشربات بتاع الكيك اللي معانا. معانا كوبايه ونص من الميه زي ما انتوا شايفين، دي كوبايه ونص، بالكوبايه ديت زي ما انتوا شايفين كده حطيت عليها كوبايه من السكر، هحطه على النار بقى. احنا مشتاقين عن طريقه الشربات، كلنا عاملين الشربات قبل كده مع بعض. تعالوا بقى نحطه على النار لحد ما يغلي معايا غلوتين كده، ونحط عليه عصير من الليمون، وكده يبقى الشربات بتاعنا جاهز. هنسيبه على جنب، احنا الاول هنوديه على النار. تعالوا بقى هنستخدم التحليه الجميله اللي معانا ديت، بيضه اهيت، هننزل بقى في الخلاط. ومعانا كوبايه ونص من السكر زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، كوباية ونص من السكر. هنحط ادي اول كوباية، هنضيف نص كوباية تاني، ودي كمان نص كوباية من السكر زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. يبقى احنا حطينا كوباية ونص من السكر، ومعانا كمان زرفين من الفانيلا، هنزل بهم في قلب الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى نضرب السكر مع السكر مع البيضه مع الفانيلا لحد لما يفتح معانا، وهنشوف هنعمل فيه ايه تاني. هنا ومعايا كمان نص كوبايه من الحليب اهوت، هنزل بقى في قلب الشبشق الخلاط زي ما انتوا شايفين كده عشان المكونات دي كلها تمشي معانا. طبعا حطينا البيضه، حطينا السكر، حطينا نص كوبايه من الحليب زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا هضربهم بقى الاول وارجع لكم عشان صوت الخلاط. شايفين ما شاء الله لون الخليط طبعا فاتح معايا ازاي زي ما انتوا شايفين كده. هنزل طب كمان بنص كوبايه من الزيت اهيت زي ما انتوا شايفين، دي نص كوبايه من الزيت، هنزل برده في قلب الشبشق الخلاط كده واضربهم كويس وارجع لكم تاني. جبت معايا بوله اهي زي ما انتوا شايفين، شايفين ما شاء الله لون الخليط معايا عامل ازاي، فاتح ولونه جميل وهش خالص وجميل ازاي. شايفين اللون ما شاء الله على لون الخليط اللي معايا، لونه فاتح وحلو ازاي يا بنات، حاجه كده تحفه خالص. هننزل كله كده من شبشب الخلاط، مش هنخلي حاجه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهو. تعالوا بقى شوفوا المكونات اللي هنضيفها بقى على الخليط دي. معانا طبعا دقيق البسبوسه اهو او السليمون اهوت ما شاء الله، معايا كوبايه اهي، هنزل طبعا بها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا هنحط كوبايه ونص من دقيق البسبوسه او السميد بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. معايا كوبايه ونص من دقيق البسبوسه، حطيت كوبايه اهي، هنزل بالنص التاني زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. كمان معانا 2 معلقه من الدقيق، طبعا الدقيق دي انا نخلاه كويس زي ما انتوا شايفين كده اهوت، دي اهوت انا نخلاه كويس. هنزل ادي المعلقه وادي التاني زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. معانا طبعا بيكنج باودر، معانا باكو من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين، ضفنا كل المكونات اهوت الجافه مع بعضها. ومعانا كمان رشه من الملح صغيره خالص صغنطوطه كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. تعالى هنقلب كل المكونات ديت بقى مع بعض مع قلب الخليط اللي انتوا شايفينه الجميل ده اهوت يا بنات، حاجه كده ما شاء الله. يعني تقدري بايه البسبوسه دي تعملي جميع الحلويات مش بسبوسه بس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله طبعا الخليط معايا كده حاجه في منتهى الجمال، قلبناه من فوق لتحت اهوت. يلا اللي وصل معانا يا بنات لحدنا، يا ريت ما حدش ينسانا في اللايك وسبسكرايب للقناه، ويا ريت تحطوا لنا لايك يا بنات. ليه كده؟ احنا يعني بنتعب في الفيديوهات كتير والله، يعني ما شاء الله. بص هبقى عامله الفيديو لو عندي 100 تعليق، ابص الاقي 50 لايك
والله حرام حتى كده اللي انتوا بتعملوه معانا ده يا بنات. انا قبل ما بفتح الفيديو على طول لاي حد بكون حاطه له اللايك، ليه يعني؟ حرام كده تظلمونا في اللايكات، عشان انتوا عارفين اللايك ده هو اللي بيرفع معانا الفيديو. وطبعا انا جبت صينيه اهي دهناها بماده دهنيه زي ما انتوا شايفين كده، فهو الصينيه هندخلها طبعا الفرن زي ما انتوا شايفين يا بنات. هنزل بكل الخليط اللي انتوا شايفينه معايا دي، التحليه دي بقى حاجه كده في منتهى الجمال، تقدري تفرحي بيها اولادك بسرعه وما بتاخدش معانا وقت خالص، حاجه سهله خالص. طبعا انا هسوي الصينيه وهدخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن هرجع اوريكم من يعني فيها ايه. بسم الله ما شاء الله. طبعا شايفين الكيك بعد ما طلع من الفرن ما شاء الله معانا اهوت يا بنات. طبعا هندوه الشربات اللي احنا عملناه معانا من الاول، الشربات طبعا بارد زي ما انتوا شايفين كده، هزقها بقى بالشربات ما شاء الله. شايفين حاجه كده تحفه، حاجه كده جميله اهوت. هديها طبعا هديها الشربات بتاعها. وطبعا معايا سيس الكراميل، انا عاملاه معاكم كتير عشان كده ما حبيتش اوجع دماغكم بيا بنات، فانا عامله سيس الكراميل اهوت قبل كده وياكم. هنزل بيه بقى على الكيك بتاعتنا، حابه تزينها بقى باي حاجه عندك، جوز الهند، زبيب، اي حاجه، اي مكسرات حابه تحطها لي براحتك انت. يعني طبعا حطينا صوص الكراميل اهوت، وكمان هنضيفها طبعا حاجه معانا كده يا بنات هوريها لكم اهي. ما شاء الله كان عندي طبعا كريم شانتيه كده في الفريزر، طلعته وزودته بشويه لبن، وطبعا زي ما انتم شايفين هنعمل فيها ايه خطوط حلوه كده ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال يا بنات. شايفين ما شاء الله خطوط رايحين جايين كده بقى اهي زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اظن حاجه كده عظمه. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى الدلع معانا ده يا اولاد، حاجه كده في منتهى الجمال. يلا اللي وصل معانا لحد هنا ما ينسناش لايك وشير وسبسكرايب للقناه. دمتم في حفظ الله، مع الف سلامه.